السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. متابعنا الكرام ومتابعتنا الكلمات، مرحبا بكم مجددا في قناتكم الزاد. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، فاتم الصحة والعافية. عدنا إليكم مجددا متابعنا الكرام بعروض بيم الوطنية ليوم الجمعة 23 فبراير 2024. الجمعة ديال هذه السيمانة هذه متابعنا الكرام، بالنسبة لهذه العروض راه خاصة بالمواد الغذائية ومواد التنظيف، بقاو معنا حتى الآخر باش تكتشفوا جميع المنتوجات اللي كاينين في هذا العرض هذا. فالعروض ديال الثلاث راه رجعوهم للجمعة هاد السيمانة هادي، صراحة ما عرفناش علاش. نتمنى انكم تبقاو معنا حتى الاخر باش تكتشفوا جميع المنتوجات وتشاركونا التجارب ديالكم من خلال التعليقات، ونبداو على بركة الله. كاين اول منتوج معنا متابعينا الكرام، دقيق القمح الممتاز 10 كيلو من مثمورة، كيتقام عليكم الكيلو ب 3.89 الكيلو، 3.89 ب 39 درهم، 800 قل 20 ريال. كاين هذا من مزيا 10 كيلو فين ب 80 درهم 10 كيلو، تقريبا كيتقام عليكم 8 درهم الكيلو. وكاين هذا ديال الحلويات من ميمونة 12 كيلو ب 52 درهم ونص، كيتقام عليكم الكيلو ب 4.37 درهم. كاين ايضا الدقيق الكامل برو من مزيا 5 كيلو ب 42 درهم ونص، 850 ريال. كاين هذا الدقيق هذا سبيسيال من نور الدار 5 كيلو ب 25 درهم فاصلة 90، 520 ريال. وكاين هذا الدقيق الممتاز من القمح الصلب من مزيا 5 كيلو ب 34 درهم 680 ريال. كاين معنا متابعنا الكرام حساء بالبذور والأعشاب من ريحان 750 غرام ب 26 درهم. كاين هذا البلبولة ديال الشعير والشوفان ب 21 درهم 420 ريال. وكاين هذا لافيرنيسير معجنات من كارديلا 500 غرام ب 160 8 دراهم، مزار ب 7 دراهم من دار السلام. كاين هذا العصير ديال الحليب ديال فرنسيا ب 7 دراهم لتر واحد. وكاين هذا لي سيريال متابعينا الكرام 250 غرام من ريفي ب 240 ريال كما كتشوفوا معنا. وعد رقائق الشوفان غرانولا من سونتي 300 غرام ب 660 ريال 33 درهم. كاين هاد الانواع ديال العسل كما كتتابعوا معنا من الرحيق، كاين 850 غرام ب 60 درهم، كاين كيلو و 800 110 درهم 2200 ريال. كاين هاد العسل ديال السكر تقريبا كيلو فاصلة 90 ب 22 درهم 440 ريال. وكاين من نيدو حليب مجفف كيلو فاصلة 95 تقريبا 2 كيلو 195 درهم تقريبا 4000 ريال قل 100 ريال. كاين هذا المربى ديال المشمش مخفف من دينار 800 غرام ب 20 درهم 400 ريال. وكاين هذا التونه، التونه هذا من سيلفر 6 ديال القطع ب 42 درهم 840 ريال. كاين ديال المطيشه وكاين ديال الزيت. كاين هذا التونه متابعينا الكرام من اوسيانوس 400 غرام فيلي دو تون ب 37 درهم، هاد الحك هذا 740 ريال. وكاين هاد لاصوص ديال الطماطم من شاليبا 3 ديال القطع ب 460 ريال. كاين ايضا معنا متابعينا الكرام هاد الباك ديال الشامبينيون 115 غرام في كل حك، كاين 3 ب 860 ريال. كاين هاد المايس ايضا 3 ب 400 ريال كما كتشوفوا معنا. وكاين هاد المجموعه ديال الخل ايضا 3 ديال القريعات ب 400 ريال كما كتشوفوا معنا. وهاد لاصوص الجيريان من ستار ب 19 درهم 380 ريال. كاين هاد الشعريه الصينيه ب 6 درهم فاصلة 50. وكاين 8 ديال القطع ديال دامتي ديال الحريره 130 ريال 6 درهم ونص. وكاين هاد الفطر الاسود من اسيا ستور ب 11 درهم 220. ولاصوص ديال السوجا متابعينا الكرام 150 ملي ب 8 دراهم 160 ريال. كاين ايضا معنا متابعينا الكرام التحضيره جبنيه من موسلي جوده 74 درهم على 96 قطعه حجم عائلي. وكاين هذه الجبنه المذوبه من انالبي 8 ديال القطع متابعينا الكرام 25 درهم. كاين هذا الجبن ديال شرقي 3 ديال الحكاك ب 31 درهم 620 ريال. وكاين هاد الجبنة متابعينا الكرام البيضاء كيلو واحد ب 52 درهم 1040 ريال. وكاين هادي كريمة ديال الفرماج
ب20 درهم، 400 درهم، متابعين الأفاضل. كان أيضا معنا متابعين الكرام هذا المارغرين ب20 درهم، باك فيه زوج بواطات 500 غرام زائد 200 غرام. كان هذا الزبدة المبسطرة جوج علب كل واحدة فيها 250 غرام 900 ريال، 45 درهم. وكان هذا الموتزاريلا من أوربلون ب700 ريال، 500 غرام. كان هذا الرايب متابعين الكرام ب18 درهم، 360، بعدة أنواع. وكان التحلية من ألبان ب15.40 درهم، 8 ديال الحكاك، وكريمة الطبخ لتر واحد ب640 ريال. كان أكياس القمامة متابعينا الكرام 40 قطعة ب29 درهم. كان هاد البونجا ديال المطبخ 3 ديال القطعة ب6 دراهم، وهاد المناديل ديال التنظيف 6 ديال القطع ب700 ريال، كيجيو بعدة ألوان. كان هاد الورق المنشف ديال المطبخ من فريتشور ب22 درهم، 440. وهاد النقانيق ستراسبورغ من أصول 250 غرام ب10 دراهم. وهاد الباك ديال لانشون زائد كاشر ب21 درهم، 420 ريال. هاد المجموعة ديال 3 ديال العلب ديال المناديل ب30 درهم. وكاين هاد الفوط الصحية زائد آلة ديال العلاقة ب28 درهم. وهاد الباك ديال جوج علب ديال أكياس تجميد كل وحدة فيها 20 كيس أو 20 قطعة ب700 ريال، 35 درهم. كان أيضا معنا متابعينا الكرام هاد شرائح الأنشوبة ب28 درهم، 180 غرام بجوج أنواع. وكاين هاد السوريمي متابعينا الكرام من فاستي ب16 درهم، 320، 160 غرام. وهاد تريو الدجاج بولي باني من كرانشيتا 300 غرام بالفرماج ب30 درهم. وكاين معنا متابعينا الكرام هاد لي بيسكوي كما كتشوفوا معنا. وهاد المجموعة ديال التمور متابعينا الكرام كما كتتابعوا معنا بعدة أنواع وعدة أثمنة. متابعينا الكرام متابعتنا الكلمات كما تابعتوا معنا، هادو هما العروض ديال اليوم، ديال يوم الجمعة 23 فيفري. نورمالمون كيكونوا هاد العروض هادي يوم الثلاثاء، ما عرفناش علاش سبقوهم هاد الأسبوع هذا. نتمنى أن هاد العروض يكونوا عجبكم، تكونوا استفدتوا معنا، ونكونوا قدمناهم بطريقة سهلة ومفيدة. اللي سبق له جرب هاد المنتوجات يشاركنا التجربة ديالو. اللي ديما كيتابعنا ومازال ما يشترك يشتركوا في زر الجرس باش ديما يوصلكم الجديد وما يفوتكم حتى عرض. ايضا ما تنساوش الضغط على الزر ديال الاعجاب. متابعينا الكرام نتلاقاو في عروض اخرى وميزات اخرى. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.